السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 17 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يظل القمر موجود في برج الميزان لغاية صباح يوم الغد الاثنين يعني اليوم في الميزان ورح يظل في الميزان القمر اليوم موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل طبعا من الآن ولغاية الساعة ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد القمر موجود في برج الميزان معناته اليوم ايه هاي فترة أفضل عاطفيا لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة ما أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما عندنا غير زاوية وحدة هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين المشتري هاي الزاوية احنا ذكرناها يوم خمسة تسعة طبعا هاي الزاوية من يوم خمسة تسعة ليوم سبعة وعشرين تسعة تأثيراتها اليوم ذروتها وهاي تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري نبهنا لإلها ذروتها الساعة ستة وتسع دقائق صباحا بتوقيت غرينتش بتعزز الشعور لدى البعض لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك برضو بتخلق لدينا رغبات غريبة وبتسبب لنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا شيء ممكن يسبب لنا اضطرابات صحية وبتدل على مشاكل مالية تتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير وطبعا الميزان التجاري بهاي الفترة بيعرف بعض العجز العجز التجاري الخارجي بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني برضو بيتم تضييع الكثير من الأموال في الدعاية لمنتوجات تجارية أو إعلامية أو فنية ومع ذلك ما بتلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا اليوم الكلى والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضو اللمس والبنكرياس والأنسولين وأسفل الظهر والزائد الدودية هدول الأكثر حساسية طبعا ما بنصح للعمليات الكبرى لهاي العمليات إلا إذا كانت اضطرارية أما مجرد فحوصات أو إجراء بعض التحاليل أو مراجعة الطبيب أو أخذ أدوية ما في أي مشكلة لا إلها يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة وهذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان فخلو المسار يوم الغد بيبدأ الساعة واحدة وست دقائق فجرا بتوقيت غرينتش وبيستمر لغاية الساعة أربعة وثمانية وخمسين دقيقة من صباح يوم الاثنين يعني بيبدأ صباح يوم الاثنين وبنتهي صباح يوم الاثنين بعديها القمر بنتقل لبرج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر اليوم الهلال عمره ثلاث ايام في تمام الساعة خمسة وثمانية عشر دقيقة صباحا بصير عمره اربع ايام نسبة الاضاءة ثمانية في المية. اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية. القمر في الميزان حتى يوم 18 تسعة منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 25% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 45% عطارد في العذراء حتى يوم خمسة عشرة سعيد بنسبة 15% في الزهرة في الأسد حتى يوم تسعة سعيد بنسبة خمسة المريخ في الميزان حتى يوم 12/10 سعيد بنسبة 15% في المية. المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31/12 منتحس بنسبة 50% في المية. زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4/11 منتحس بنسبة 15% اورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27/1 منتحس بنسبة 5% في المية. نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6/12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11/10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليوميه برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني. طبعا اليوم للمصالحة وللتقارب ولا يعني بعض المكاشفة المرنة ما بينكم وما بين شركاء المال أو شركاء العاطفة أو ما بين الأزواج وابعدوا عن المشاكل قدر الإمكان. ما بيجوز إثارة المتاعب اليوم تجنبوا الانفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحذروا من الحوادث والأعداء لأنهم في هذا اليوم شوي ممكن يكونوا زيادة عن اللزوم برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا اليوم بدكم تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وراح تجدوا بعض التعاون من بعض الزملاء لكم ولكن بدكم تديروا بالكم من المشاكل مع زملائكم بالعمل او خبر له علاقة بالعمل بزعجكم او بوتركم شوي حاولوا قدر الامكان ضبط الاعصاب نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لاخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات فاليوم بتكثر عندك النشاطات وربما تشعر ببعض التعب او الارهاق او الحاجه لمراجعه الطبيب او اخذ بعض العلاجات ومنكم ممكن يبدا عمل جديد برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم والأجواء رائعة جدا على المستوى العاطفي على مستوى التقارب مع الأبناء المناسبات الفرح النفسية التجميل الاهتمام بالذات ممارسة الهواية وبتفيدك الاتصالات واللقاءات ولكن بدك تلطف الأجواء وتعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقه او كانت مستحيله، تعتبر هاي فتره ايجابيه فما ضيع الوقت وما ضيع الفرصه عليك ولكن لا تفرض سلطتك على احبائك. برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان، بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم، وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة. ولكن بدكم تتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم؟ ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية. حاول إنك تواجه الأمر الواقع بمنطق، وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك. ولا تفرض رأيك على أفراد العائلة أو أحد أفراد العائلة. كون مرن جدا بالنقاش والحوار وحاول إنك تتحمل شوي لإنه ممكن التوتر يزيد زيادة عن اللزوم. هاي الفترة مناسبة للأمور اللي إلها علاقة بالأحبة والتقارب والمناسبات. برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا اليوم نشاط عالي جدا حيوية وطاقة ممتازة رح تنشطوا في أمور لها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وبوسعكم اجتياز امتحان وتعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران ممكن يصير في حدث معين تتقارب أنت واحد الإخوة أو تتفاهم على مسألة ما وبتكثر النشاطات على حسب حقل اختصاصك يعني المعلم بنشط غير الشخص اللي بيشتغل بالسيارات غير اللي بيشتغل بالمحاسبة يعني كل واحد بنشط على حسب إيش بيشتغل بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك وبرضه حاول تخلي كلامك واضح وتضبط انفعالاتك لأنه ممكن في لحظات تفقد السيطرة على الأعصاب برج العذراء بالنسبه لمواليد برج العذراء طبعا اليوم تركيز على الامور الماليه فعشان هيك اليوم بيفتح لك فرصه لمكسب مالي ولكن على الاغلب هاي المكاسب بتيجي من عمل اضافي او مستردات او ممكن تحصل على هديه او جائزه اهم شيء انك ما تتقرب من يعني ما تتهرب من تقديم المساعده لقريب او حبيب اذا احتاج لهذا الموضوع وما تبالغ بمصاريفك لأنه الفترة هاي بيعطي رغبة كبيرة لصرف الفلوس. بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة. ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية، ولكن زي ما حكينا بدك تحذر من المصاريف والتهور بمشاريع غير مدروسة. برج الميزان بالنسبه لمواليد برج الميزان طبعا اليوم بتبداوا فتره افضل من يوم امس كمان بتعدلكم نشاطكم وثقتكم بانفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك وبتقوى نسبه نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك يعني يوم يعتبر مميز على المستوى العاطفي والمستوى النفسي وحتى على مستوى التقارب حتى راح تكون ملفت للانتباه للجنس الآخر وبيحاولوا يتقربوا منك خلال هذا اليوم ولكن لا تخلي الاكتئاب يسيطر عليك برج العقرب. بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد فعشان هيك بتشعروا انه الصحة شوي تعبانة او نفسيا مش مرتاح وبينتابكوا شعور بالتعب والملل حاولوا انكم تخلدوا للراحة وحاولوا فقط انكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل عاجل وبشكل روتيني يعني ما تبادر بعمل جديد وبرضه لا توقع على عقد وما تبدأ عمل هاي فترة فارغة من الحظ قدر يعني بشكل كبير حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات وكون يعني واضح بخطواتك وكلامك أيضا برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بادروا لملاقاة الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه اليوم بتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم إشي إنه ما تستسلموا لأي شيء بيتعطل معاكم كل يوم كرروا المحاولة بتمشي الأمور وحاول انك اليوم تنجز كل الاعمال الضروريه والمهمه، لانه يوم الغد القمر راح يوصل لبيت متاعبك، فعشان هيك عندك فرصه قويه اليوم تحقق كثير من الامور. برج الجدي بالنسبه لمواليد برج الجدي طبعا يعتبر هذا اليوم يوم جيد للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا طبعا اليوم برضو بيقدروا انهم يتواصلوا بشكل جيد مع رؤسائهم بالعمل ومع المسؤولين وبتقدروا تدخلوا او تعملوا تغيير على طبيعة عملكم وبينتبه لكم برضو المسؤولون عنكم وبيقدروا جهودكم بتتسلط عليك الاضواء فاليوم اذا انجزت شيء جيد معناته تكرم عليه ولكن اذا خالفت القوانين واجتهدت بشيء بشكل غلط او مبالغ فيه رح تتحاسب عليه، رح تقضي على تجارب مهمة أهمش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح إنه في قلق وتوتر ولكن بتمشى الأمور. برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة. ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجراء مقابله او اجتياز امتحان وممكن تبداوا عمل او دراسه جديده او تناقشوا اي موضوع اليوم عندكم قوه بالنقاش والحوار وذكاء وتجرؤ على رفض اي شيء ما بيناسبك ولكن اهم شيء حاول قدر الامكان ضبط الاعصاب وما تتهور ما تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر اي فتره مناسبه لخوض تجربه جديده وجيدة للأشخاص اللي بحاولوا بدهم يعملوا معاملة سفر أو اتصالات بعيدة أو تواصل أو امتحان أو مناقشة رسالة، كل الأمور هاي ممتازة جدا. برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو أمور إلها علاقة ببنك أو حتى مطالبة بحقوق أو ميراث. أهم شيء إنه ما تهملوا صحتكم. بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم. وبتلاقي أعمالك صدى طيب. أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار. الأجواء رح تفتح أمامك كثير من المجالات اليوم وخصوصا الأمور المالية. خصوصا الأموال اللي معك شريك فيها أو بحاجة لتمويل وبرضه في أمر ممكن ينكشف لك اليوم كان مغيب عنك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء